بسم الله الرحمن الرحيم. العدل. قررت المحكمة باستدعاء المتهمين، وحيث وردت إلينا مستندات تم ضمها إلى القضية الماثلة. اتفقنا في تاريخ يوسف الملكي، تاريخ اللي عشت بيه طول عمري، وانت عايز تاخده على الجهاز. انت بتساعدني ليه؟ عشان متأكد انك مظلومة. ناجي ما بيتمرجحش. مش عايز تتمرجح، انزل. ده انت ما صدقت تلاقي حاجة تمسكني بيها من ايديا اللي بتوجعني. خلاص بقى جدع، ربنا تاب علينا. ما تعرفش ان في اتنين اتقتلوا هنا؟ الواد ده ما بيشتغلش من دماغه، الواد ده في حد وراه. انا ما بحبش الكدابين. اسلوب التهديد اللي انت بتقوله ده ما يمشيش معايا. مصر هتعدي المحنة دي. انا حلمت بيك النهارده. مش حاجه غريبه شويه؟ الموت ملوش كبير، مش بينقي من الغالي ومن الرخيص. احنا مش ضامنين ايه اللي هيحصل في القضيه دي تاني. واضح اللي بيحصل ده متخطط له كويس جدا. اتمنى اني اكون دليتك على الطريق المظبوط. عرفت حاجه مخلياني مرعوب. انا جاي لك عشان تشتري اخوك. صاحب الحق ما بيخافش. هو عشان خاطري ما تسيبنيش لوحدي. الفلوس دي حق. احنا اتحرمنا من اغلى واهم نعمه في الدنيا. بونسوار. ملف سري يوميا الساعة 6:26 مساء على CBC الدراما في رمضان.